اليوم ان شاء الله غنوريكم كيفاش تدخلوا الدولارات الاولى ديالكم على الانترنت. غنوريكم الطريقه من الصفر، ما عليكم سوى تبعوا الفيديو حتى الاخير وتحاولوا تطبقوا جميع الخطوات اللي غنوريكم. يلا على بركه الله. كاين بزاف ديال المواقع في الانترنت اللي خدامين فيهم الناس كفريلانسر، يعني كيعرضوا الخدمات ديالهم اونلاين، ومن بين هاد المواقع واشهرها هو موقع فايفر، اللي كذلك ديجا شرح الطريقه كيفاش تربحوا منه. اللي مهتم بالموضوع يدخل الوصف ديال هاد الفيديو، غادي يلقى الرابط ديال الفيديو. لكن اليوم جبت لكم واحد الموقع اخر اللي شبيه بموقع فايفر، لكن المستخدمين ديالو اكثريه عرب، والخدمه فيه سهله بزاف بحكم ان اغلب الخدمات كيطلبوها عرب، وبالتالي سهل عليك التواصل معهم. هذا الموقع هو موقع خمسات، لكن المهم هو كيفاش حنا غنستافدوا من هذا الموقع ونديروا منه الفلوس. وهذا الشيء علاش جيت باش نشارك معكم اليوم ان شاء الله التجربه ديالي في هذا الموقع. واول حاجه غنديروها هو غنفتحوا حساب في الموقع، والطريقه سهله بزاف. فواجهه الموقع امامكم هي هذه، غنخلي لكم كذلك الرابط ديال الموقع في وصف هذا الفيديو. غنجيو هنا غنديروا حساب جديد، من بعد هنا كيطلعوا لنا بعض المعلومات ديالنا باللغه العربيه، غادي نكتبوها. مثلا بالنسبه لي انا هذه المعلومات كاملين اللي غندير في هذا الحساب فهي معلومات وهميه. هنا غنديروا البريد الالكتروني ديالنا، كنوافقوا على هذه المعلومات هذو، كنقادوا هذه الباتشه هذه، من بعد كنديروا التسجيل. اذا ها هي الرساله وصلتنا نتاع التفعيل، نحاولوا نكملوا التسجيل هنا. اذا هنا اسم المستخدم غنديروا مثلا، وهنا غادي نديروا بائع ومشتري، نخليهم بجوج ماشي مشكل. اذا الان الحساب ديالنا تم الانشاء ديالو بطريقه صحيحه. اذا هنا غادي تبدا الخدمه ديالنا. اذا هنا عندنا جميع الخدمات اللي كيقدموها لنا هذا الموقع هذا، فانا كنختار الحاجه اللي كنعرف ليها. فمثلا انا غنجي غنوريكم اسهل حاجه اللي تقدروا ديروا واخا ما تكونش عندكم شي مهاره، هي كنجيو هنا كنديروا كتابه وترجمه. بالنسبه للترجمه فراه كيحتاجوها بزاف الناس ديال الشرق الاوسط، وكيخسروا عليها الفلوس بزاف، لذلك فراها مطلوبه بزاف. وكذلك في وصف هذا الفيديو غنحط لكم بعض المواقع اللي كتعطينا ترجمه احترافيه لهذه المقالات هذه، ما عليكم سوى تاخذوا المقال وتحطوه في واحد من هذه المواقع هذه، وغادي يعطيكم ترجمه اللي كتكون ترجمه احترافيه ماشي بحال الترجمه نتاع جوجل ترادكسيون. كنجيو هنا وكنديروا اضف خدمتك الاولى. اذا هنا كنديروا عنوان الخدمه. بالنسبه لعنوان الخدمه اذا اش غادي نديروا حنا مثلا، دائما الى تلفتي حاول تانسبيرا من الناس اللي قبل منك. غندير هنا ترجمه من اللغه العربيه للانجليزيه والعكس. نقدروا نزيدو حنا هنا حتى الفرنسيه، اي حاجه بغينا نزيدوها اللي تعطينا واحد الفافور، يعني واحد الامتياز على هذا الشخص هذا، لان هذا داير غير العربيه الانجليزيه، نقدر حنا نزيدو فرنسيه عربيه مع هذا العنوان هذا. اذا هنا غنجيو هنا غنختاروا التصنيف، هنا عندنا اعمال برمجه وتطوير، تسويق الكتروني، تدريب عن بعد، تصميم فيديو، تصميم صوتيات، كتابه وترجمه. غنديروا كتابه وترجمه. هنا الا كان شي اختيار اخر فرعي يعني سابميت، هنا تنديروا خدمات الترجمه يعني كامله كما كانت. وهنا غنديروا وصف الخدمه، وهنا غندخلوا عند هذا الشخص هذا، وغناخذوا مثلا هذا الشيء اللي كاتب على الخدمه ديالو، غنحطو هنا. وغنجيو عند شي شخص اخر كذلك تقوم بنفس الخدمه اللي غنقدموها حنا في خمسات. هنا غناخذو كذلك التعريف اللي حط هنايا ونديرو له كوبي، كنجيو كنحطو هنا. من بعد هنا كنجيو وكنحاول ناخذ انا واحد الوصف خاص بي، يكون كيجمع بين الوصف الاول والوصف الثاني، نقدر نزيد حتى الوصف الثالث نتاع شي واحد اخر حط نفس الخدمه، ونختار الوصف بعنايه، يعني يكونوا كلمات قصار ويكون المعنى واضح، وما نكثرش في الوصف بزاف باش ما نتلفش الشخص اللي بغى ياخذ من عندي هذه الخدمه. نختار هذه الفقره مثلا، وغادي نجي وغنحطها في وصف الخدمه.
من بعد هنا كنقلب على شي صوره كنحاول نقادها بفوتوشوب ولا كنجيبها من المواقع اللي كيعطيونا الصور مجانا كبيكساباي او اي موقع، راه كاينين بزاف ديال المواقع، وكنحاول نادابتيوها على هذا القياس هذا 800x470 بيكسل. من بعد ملي كنضيف الصوره ديالنا غادي تبان بحال هذا الشكل هذا، يعني شوفوا الناس كي دايرين الصور ديالهم. كذلك انا غنتانسبيرا منهم ونحاول ندير شي تصويره اللي تكون جذابه وما يكونش فيها بزاف لي كولور وما تكونش فيها كتابه كثيره باش انا ناتيري الناس بحال هذا، يعني تقريبا سامبل ولكن غتجيب ليه بزاف ديال الناس حيت النظره الاولى ديالك تبان لك باللي تيدير الترجمه من العربيه للانجليزيه والعكس صحيح. اذا هذه الصوره زوينه وصوره سهله ما غتستغرقش فيها بزاف باش تقدها. اذا من بعد ملي كنضيف الصوره هنا كناخذها من الجهاز ديالي وكنحملها عادي. هنا سعر الخدمه كنخليو نيت $5، هنا مده التسليم يوم واحد، تقدر دير يوم واحد يعني اقل حاجه. هنا الكلمات المفتاحيه، هذه الكلمات المفتاحيه هما اللي مهمين بزاف عندنا هنايا. كيفاش غنديروا نجيبوا هذه الكلمات المفتاحيه؟ فغادي نحاول ناخذ مثلا، فانا دائما كنمشي للعنوان نتاع الخدمات اللي حاطينها الناس قبل مني وكناخذ مثلا هذه الجمله، مثلا ترجمه مقالات، ترجمه فيديوهات، نحاول حتى نقادها هنايا، الا ما قدرتيش تعرف اولا ما عرفتيش كيفاش تجيبهم فنعطيك واحد الطريقه اخرى حتى هي سهله بزاف وهي احسن طريقه كذلك باش تقدر تلقى الكلمات بزاف. فمثلا هذه الكلمه اللي خدينا الاولى نتاع ترجمه المقالات اللي هي المهمه عندنا، غنديروا لها كوبي وغادي نجيو لهاد الريشيرش وغنطبيوها من بعد ملي كندير اونتري. هنا كيطلعوا لي كاع الناس اللي حاطين ترجمه نتاع المقالات، وغادي نبقى ناخذ مثلا كلمه بكلمه، مثلا ترجمه من اللغه الكوريه الى الانجليزيه، الا كنت كندير كوريا انجليزيه. هنا ترجمه احترافيه للنصوص والمقالات، هنا تدقيق لغوي، ناخذ مثلا التدقيق اللغوي ونحوي واملائي للكتب، نقدر ندير لها كوبي ونجي كذلك ونطبيها. وبالتالي اي واحد قلب على هذه الكلمات هادو فراه السيرفيس ديالي اولا الخدمه ديالي غطلع ليه هي الاولى. هنا بالنسبه للتعليمات للمشتري تقدر تزيدها تقدر ما تزيدهاش، فمثلا غادي تقول لي قبل ارسالك للنص الذي تريد ترجمته من فضلك قم بتحميله على صيغه PDF حتى تكون العمليه سهله. دابا حتى لهنا مزيان كل شيء هو هذاك، لكن انا بغيت نضيف لكم واحد الحاجه اخرى اللي هي اللي غتعزز هاد الخدمه عندكم، وغادي توليو تقدروا تجيبوا الخدمات نتوما الاولين وتربحوهم قبل ما يقلبوا عليكم الناس، نتوما توليو تقلبوا عليهم. والطريقه سهله وخا شحال واحد ما غاديش يعطيها لك، ولكن حنا الحمد لله دائما كي كنقولوا زكاه العمل هو توري للناس الحاجه اللي كتعرف ديرها، والله هو اللي كيخلص كل شيء. اذا كنجيو لهاد الخانه هنا، كنجيو المجتمع خمسات، لاحظوا معايا هنا نماذج اعمال قمت بتنفيذها، هنا طلبات الخدمات غير الموجوده وهذه هي اللي مهمه عندنا. فهنا غتلقى بزاف ديال الخدمات اللي الناس بغاوها ولكن ما لقاوش اللي قادها لهم. اذا لاحظوا معايا هنا مطلوب كي كاتب او كاتبه نتاع محتوى مبدع، هنا تقدر تتواصل معها وتاخذ من عندها الخدمه انت الاول. هنا الناس نتاع الفوتوشوب، هنا تدقيق لغوي واملائي، وهنا اريد الترجمه. اذا لاحظوا معايا باش ما كانت هذه المده صغيره الا وكان عندك احتمال انك تربح الخدمه انت الاول. اذا انا ابحث عن شخص يعطيني طريقه وترجم فيها فيديوهاتي عندي، فيديوهات عندي بلغه الى اخرى الذي سيعلمني الطريقه سادفع له $5 بحيث انزل فيديوهات عندي في القناه ولا تاخذ حقوق طبع ونشر. اذا هنا غنجيو حنا لهنا، اذا لاحظوا شحال من واحد تواصل معاه لان المده كانت كبيره باش حط الاعلان باش ما كنتي انت السباق باش ما ربحتي الخدمه. كنجي لهنا كنجي لهنا كندير اضيف تعليق، وهنا غادي يكتب لي مثلا مرحبا ساقوم بمساعدتك وساعطيك الطريقه الصحيحه والسهله لانشاء ترجمه لفيديوهاتك على اليوتيوب، يمكنك التواصل معي وشراء الخدمه. وغندير هنا اونتري وغادي نجي لهذاك الرابط ديال الخدمه. فمن بعد ملي كتنشئ الخدمه ديالك كيكون عندك واحد الرابط، كتجي كدير لي كوبي وغتجي لهنا وغدير كولي
ومن بعد غدير كوبي وغادي هنا غدير كولي للتعليق. من بعد هو ملي غايشوف التعليق ديالك غادي يدخل ديريكت عندك للخدمه وغادي يشتري الخدمه وغادي يصيفط لك رساله داكشي اللي بغا يقاد. من بعد هنا كنديروا التعليق لا يحتوي على معلومات اتصال خارجيه ولا يخالف شروط موقع خمسات، وكنديروا ارسل. وغادي تحاول تواصل مع بزاف ديال الناس اللي كيقلبوا على هذه الخدمات، وكون على يقين اخي الا كان عندك شويه نتاع المواظبه او استمراريه وشويه ديال الصبر فراه غتحقق واحد راس المال كبير اللي غادي يخول لك ان شاء الله انك تخدم في مجالات اخرى. اذا خوتي كان هذا هو الدرس ديال اليوم، الى عجبكم الفيديو ديروا جيم بارطاجيو مع الاصدقاء المهتمين بالمجال. الا كانت هذه اول زيارات القناه ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا اول باول.